ان شاء الله هنتكلم عن السفر للمحيط الاحتراق تمام بعد الاحباط اللي خدته من اليوزم نخش على بلاد بقى شويه حاجه اتفضل يا جماعه طيب اولا بشكل عام نتكلم عن ليه حاليا اللي بتسمعوا على الفيس وعلى السوشيال ميديا ان دلوقتي فرصه انجلترا افضل لينا احنا كخارجين من دول خارج الاتحاد الاوروبي افضل من اي فتره فاتت يعني وان الفرصه اللي جايه فرصه ذهبيه فعلا ان مفتوحه لتدريب انجلترا ان شاء الله. طيب ليه كده بقى؟ هنتكلم الاول بشكل عام عن الطرق اللي هي متاحه لينا احنا للدخول لانجلترا. طيب في طريق الاول اللي هو طريق انك انت معدل تمام؟ انك انت تعادل شهادتك او تجربتك الجراحه اللي معاك هنا من مصر تعادله بمعادله انك انت زيك زي خريج الطب اللي متخرج من انجلترا تمام؟ فبالتالي بيبقى انت ليك بتسجل في الجي ام سي اللي هي المركز المسؤول عن الاطباء هناك وبالتالي ليك فرصه النيابات زيك زي بقيه الاطباء تمام؟ هي البلاد. في طرق ثانيه ودي افضل اختار تخصص خلاص اللي هي الزمالات الام ار سي بي والام ار سي اس زمالة الجراحه وزمالة البطنه زمالة النساء زمالة الاطفال زي ما بنسمع عنها تمام؟ في طريق ثالث جديد اللي هو الام تي اي ودي عباره عن بروجرام بين انجلترا ودول العالم الثالث يعني لمجرد تدريب لفتره منقطعه. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن البلاد بس تمام؟ ليه احنا نختار البلاد عن الزمالات بالنسبه لنا احنا ان انتوا لسه اندر جرادويت او واحد لسه مش جرادويت لسه متخرج جديد ليه البلاد افضل طرق ليه؟ اولا لان البلاد اسرع طريق تمام؟ لان البلاد اسرع طريق من الطرق دي كلها يعني مجرد تاخد الايلتس تاخد البلاد وتسافر على طول تمام؟ ثاني حاجه ان البلاد بتفتح لك الفرص ان انت بتاخد زماله بتبقى انت عارف مسبقا التخصص اللي انت هتاخد فيه تاخد زماله لازم تكون عارف التخصص الاول، عايز تخصص نساء، عايز تخصص بطنه، هتاخد الزمالة الاول، لكن البلاد مجرد المعادله بس، وبعد كده بتقدم على النيابات، وتختار النيابه اللي انت عاوزها هناك تمام؟ فبالنسبه للطالب اللي لسه تخرج او لسه مش مقرر ايه التخصص اللي هياخده، البلاد افضل كتير. ثالث حاجه كمان ان البلاد بشكل عام من ارخص الزمالات المعدات الموجوده على مستوى ارخص من كندا واستراليا وامريكا طبعا. طريق انجلترا ارخص الطرق الموجود في التكلفه يعني تمام؟ طيب ده ليه ما يكون طالب لسه حديث؟ ليه البلاد افضل من الزمالات؟ لو واحد مش شايف ان هو عايز يسافر بسرعه طبعا البلاد برضه ميزتها ان هي اسرع طرق للهجره يعني بشكل عام على المستوى كله سواء استراليا سواء انجلترا سواء امريكا هي اسرع طرق تمام؟ طيب لو واحد لسه مش عاوز يسافر دلوقتي او عاوز ياخد خاص هنا الاول خلاص يبقى كده البلاد مش افضل افضل ناخد زماله طبعا بعد ما يكون خد فتره في التخصص الطرف التخصص اللي هو موجود فيه هنا وبعد كده يسافر بالزمالة ان شاء الله تمام؟ بالنسبه للبلاد بقى هنقول بشكل عام طريق البلاد طريق سهل ليه؟ لان كل اللي احنا فيه بناخد الايلتس وناخد الامتحانين بتوع البلاد وبعد كده على طول بنسجل في الجي ام سي في اليوكي تمام؟ العقبه الوحيده او كلمه اللي ممكن تسمعها كتير طبعا يقول لك خد ايلتس وسافر خد ايلتس وسافر تمام؟ او ان عديت الايلتس عديت الشوط الايلتس اعتبر نفسك انجلترا على طول. ليه بقى؟ لان الايلتس هو فعلا العقبه الوحيده لمجرد طريق يعني. مجرد ما عدي الايلتس اعتبر نفسك انجلترا فعلا. انا لسه مخلص امتحان بلاك شيت في الشهر اللي فات البلاك بارت 1 يعني. من اسهل الامتحانات اللي ممكن تشوفها في حياتك يعني. يعني اعتقد ان انت تحضر امتحان البطنه او الراحه او الامتحانات هنا تحضرها اكثر من تحضر الامتحان مع ان الامتحان معدل. تمام؟ زي ما قلنا هناخد الايلتس وبعد كده الدا 1 واللاب 2 وبعد كده بنسجل في الجي ام سي ريجستريشن. طيب قلنا بالنسبه للايلتس هي اصعب مرحله ليه؟ لان اليو كي بغض النظر يعني غير اي دوله ثانيه انا كنت بسكور عالي جدا في الايلتس يعني كنت بسبعه ونص اوفر اول وسبعه في كل في الليسننج والريدنج والسبيكنج والرايتنج تطلب سكور سبعه يعني تمام؟ وبند سبعه يعني في الايلتس بند قوي في الايلتس من اقوى الامتحانات في الانجليش و
وامتحان محتاج تحضير كويس جدا ومحتاج يعني مجهود كبير. تمام بالنسبه لنا معظمنا لان كلنا يعني او معظمنا الانجليزي بتاعه مش قد كده, ما كانش حد مهتم بيه من فتره مش هيعدي الايلتس بسهوله. حاجه ثانيه كمان ان الايلتس امتحان لغه, واللغه دي حاجه بتيجي على مدى الوقت. تمام يعني انا كلمت ناس يعني كان كلمني مدرس مساعد جراحه ومخلص زماله, زمالة جراحة فقط عايز اقول لك ان زمالة جراحة يعني تكلفة الستيب 1 حوالي 25,000 وستيب 2 نفس الكلام مخلصهم الاثنين والواحد بعد ايلتس بس بقول انا دخلت الامتحان 19 مرة كنت بروح يعني راح اجيب النتيجة وما اجيب الفلوس اللي انا احجز الامتحان اللي بعده عشان لو ما جبتش النتيجة اخش تاني على طول وما عندوش مشكلة في الفلوس الان بيقول لي انا لو ينفع اشتريها اشتريها لو ينفع اشتري الشهادة اشتريها شوف المصريين بقى يعني. ده هو كده كلمني استشاريين كتير وكلمني ناس كتير كبار وصغيرين معضله فعلا كبيره جدا. كان يعني الناس تيجي وتقف على نص بند وتعيد تاني ويخش 19 مره بس يعني ربنا يرزقه نص العزيمه اللي عنده يعني ان هو عنده مش عندوش مشكله ان هو يكمل وكده. تمام؟ فليه كده بقى؟ لان احنا الانجليزي احنا كنا خدناه في الثانوي مش انجليزي يعني. تمام؟ والايلتس بيحل الواقع. الايلتس فيرش اكسن طبعا وبيختبر فعلا قدرتك في السماع والقرايه والكتابه والمحادثه. تمام؟ وامتحان انتنس وعايز تحضر كويس. احنا بالنسبه لنا في سن الكليه طبعا ما نقراش انجليزي, الانجليزي اللي احنا علمناه في الكليه ما نقراش انجليزي. تمام؟ فالايلتس اصعب مرحله وعشان كده تحضرت من بدري. يعني انت المرحله اللي انت فيها دلوقتي هي مرحله ان انت تذاكر ايلتس. عديت الايلتس انا اضمن لك ان انت ان شاء الله تكون في انجلترا وساعتها تكون مفتوح لك كورس كتير جدا بعد كده يعني. تمام؟ هو ده الشرط الوحيد اللي الناس مش واخدين عنه وصراحه هم عندهم حق. انت دلوقتي رايح وتتعامل مع ممرضات وعمال ومرضى وكلهم لغتهم انجلش يعني. كمان اليوكي معروف عنها ان هم متمسكين شويه بالانجليزي يعني حتى عن الامريكان وكده. تمام؟ يعني مستعدين كمان الجي ام سي ان هو يسهل الامتحان وفعلا يسهل الامتحان وهديك دلوقتي صور النتائج بتاع البلاد عن كل سنه من على مدى الاربع سنين اللي فاتت زياده ضعف في عدد الناجحين يعني معنى ان هو بيسهل الامتحان جدا لان هم في عجز رهيب في الدكاتره هناك وعايزين دكاتره كتير لكن هي المشكله كلها في الايلتس ومش راضيين في ناس بعد السكور عايزين 7.5 اوفر اول و7 في كل وقت بس مفيش حاجه مستحيله يعني انت دلوقتي لسه في البدايه يعني لو خدت سنه في الكاس بس حطيت فيها الهدف بتاعك ان انت تعدي الايلتس ان شاء الله تعدي وانا اعرف ناس زمايلكم كتير عدوا خلصوه وناس في الانجليز برضه خلصوه يعني. التكلفه بتاعته كانت حاليا 1800 ومن ابريل 2018 هيبقى 2600 ان شاء الله. تمام؟ الايلتس برضه في مشكله ان هو مده صلاحيته سنتين. تمام؟ وعشان تخش الجزء الاول من امتحان البلاد محتاج الايلتس لكن الجزء الثاني ما انتش محتاجه. ان انت تكون مثقف نفسك ما تاخدش ايلتس بدري لو عديته يعني في الكليه بحيث ان لان هو الاكسبيرشن بتاعه بقى سنتين. تمام؟ بحيث ان انت تلحق بلاد واحد ان شاء الله. خلاص؟ بعد ما تخلص الايلتس هيبقى طريقك خلاص معروف بقى يعني. تاخد بلاد 1 وبلاد 2 بعد ان شاء الله. تبدا في بلاد 1 الايلتس بتحجز في بريتش كونسل او في الاي بي بتاع استراليا موجوده في القاهره والمنصوره في بروح في كل الجمهوريه. تمام؟ بلاد بارت 1 برضه بيتاخد في مصر في البريتش كونسل بس والحجز بيبقى عن طريق جي ام اس اونلاين تكلفته 240 استرليني حوالي 4900 5000 مصري يعني. وزي ما قلت لكم امتحان البلاد اسهل امتحان هتقابله في حياتك يعني. امتحان سهل جدا جدا جدا. في ناس انا اعرف يعني انا حضرت له شهرين ونص عشان بس كنت فاضي يعني في ناس حضرت له 8 ايام وفي ناس حضرت له اسبوعين ونجحت معظم الناس حضرت له من 3 اسابيع لشهر. تمام؟ الامتحان عباره عن 1700 الامتحان عباره عن 200 ام سي كيو وفي 1700 ام سي كيو معروفين بين المسلمين مشهور ام سي كيو في منهم حوالي 60% من الامتحان ده مجرد 1700 ام سي كيو في منهم 60% من الامتحان البلاسمي. تمام؟ نظام الامتحان هو بيسال في الحاجات كلينيكال بس. تمام؟ اللي هم رابعه وخمسه وسته. تمام؟
رمد وبطنة وجراحة ونسب. بالنسبة للامتحان بطنة رأس الهونة ده امتحان سهل جدا، مجرد متعدد الايلتس هيبقى الامتحان بالنسبة لك سهل جدا تمام، ونسبة النجاح فيه توصل 89% و90%، واعتقد ان 10% ما حضروش في الامتحان. خلاص بعد ما تخلص البلاد بارت 1 يجي بقى مشكلة البارت 2. البارت 2 ما بتعملش في مانشستر في انجلترا تمام، فلازم ان انت تروح تعمل فيزا الاول علشان تسافر البارت 2. خلاص هي دي المرحلة اللي انا فيها دلوقتي، ان انا منتظر نتيجة الفيزا. فتعمل فيزا بتبقى فيزا ريجستر على فيزا زايد يعني. خلاص فمشكلة الفيزا الزايد انك انت زايد، هو مالوش دعوة بان انت راح تمتحن او كده، زايد زي واحد مسافر انجلترا، فبيبقى فيها شوية ورق، شوية عاوز كشف حساب بنكي بست شهور، عاوز يتأكد ان مصدر الفلوس سليمة، عاوز يتأكد انك هتروح مش هتحصل الفيزا، حاجات زي كده يعني تمام. فبالتالي الفيزا انت بتبدا تحضر لها قبل ما نخش امتحان سبب وان اصلا، علشان الوقت ما تضيعش نفسك الوقت. خلاص فانت مجرد ما تعدي الايلت تكون انت بتفكر انك انت تفتح كشف حساب، تيجي كل مثلا من 25 في الشهر تحط فيه 2000 3000 جنيه، بحيث انت محتاج في حسابك ان هم مش ما بيقولوش رقم معين يعني، بس معظم الناس بتحط من 2000 استرليني ل 2500 استرليني. خلاص حوالي 50 60 الف مصري، مجرد ممكن اي حد يجيبهم لك، لان انت مجرد ما تحطهم في الحساب بس مجرد ما تاخد الفيزا تسحبهم عادي يعني تمام. هي دي معظم الورق اللي بتحتاجه للفيزا اللي هو كشف الحساب، ودي اعظم سبب الناس بترفض. عشان انا لسه اول امبارح من فوق زميلتي من كلمان، هي نائب الباثولوجي والفيزا اترفضت، وبالتالي مش هتقدر تقدم عليها بعد 6 شهور علشان سبب تاني جدا يعني. هي كشف الحساب اعلى تعمل حسابات 1000 و2000 عادي، وجت مره واحده حاطه 50000 في الحساب. طبعا هو رفض لها ال 50000 بيجوا منين؟ ما قلتليش حتى مصدرها منين. فانا بسالها مصدرها منين؟ قالت يعني وديتها باع الذهب وحاطها في ذهب حساب، بس هي ما كتبتش كده وما ذكرتش كده يعني تمام. هي دي مشاكل بسيطه يعني، لو واحد محضر نفسه كويس ومحضر للفيزا كويس من بدري هيتفاداها يعني. ميزه برضه في الفيزا يعني تبع عن امريكا، ان هو بيقول لك السبب يعني. انا هي بعتت الاوبجيكشن ليتر بتاعها مكتوب فيه بالتفصيل هو ليه رفض الفيزا بتاعتها يعني، فبالتالي مكتوب لك السبب فتقدر تتفادى بعد كده. حاجه ثانيه مش فاهم الترفيه، لكن طبعا اللي في استراليا او كده ما بيكتبلكش ايه السبب الرفض يعني تمام. طيب نخش ثاني بقى على امتحان بلاد بارتو في مانشستر. اولا هاخد كورس ولا لا؟ الامتحان دي حاجه تفرق قوي في التكلفه يعني. نادرا ما حدش يدخل امتحان من غير كورس تمام، لان امتحان وصفي، امتحان كله كلينيكال، امتحان بتدرس على المانيكان، حاجه اسمها سيمان، ده عباره عن قصه كده حوالي $1,000,000 بتتكلم وتحكمه فيها بالكمبيوتر، يعلم بريشر كده تمام، يقول اي مشاكل ويقول لك على الكومبلين بتاعها او كده تمام. فعلشان انت تعدي الامتحان ده لازم تكون اتدربت على الجزء قبل كده. ففي كورسات اماكن سنترز معينه في انجلترا بتدي الكورسات دي، مشكلتها انها في انجلترا برضه، فدي بتزود التكلفه شويه تمام. في سوامي وفي سامسونج وفي دكتور محمد صالح، دول اماكن سناتر في انجلترا بتدي الكورسات، وكلهم اسعارهم متقاربه. لو سعر الكورس حوالي 450 استرليني تمام. الكورس بيبقى لمده اسبوعين او لمده شهر على حسب ما انت عاوز. مجرد ما تاخد الكورس تخش الامتحان على طول، ان شاء الله يبقى النجاح مضمون يعني. معظم الناس بتاخد الكورس، في حالات نادره جدا الناس ما خدتش الكورس وذاكرت في البيت وكده ونجحت، لكن دي حالات نادره جدا. لكن معظم الناس بتاخد الكورس وتخش الامتحان ان شاء الله. الامتحان عباره عن 18 ستيشن، خلاص بتخش من ستيشن لستيشن، في 2 ستيشن بيبقوا تيست كده تجريبي بيختبرون الامتحان بعد كده ما بيبقاش عليهم سكور يعني، وال 16 ستيشن ثاني بيقيسك عليهم. الاكزامينر بيبقى قاعد وانت بتخش على الكيس على السن من ده ويسالوا الاسئله وتشوف وتوصل. ساعات بيسالك على الدياجنوزس، على التريتمنت، على الانفستيجيشن مطلوبه، كلام زي كده يعني تمام. وانت هناك بعد ما تخلص بلاك تو، نظر العكس الشديد المستشفيات اتفقت مع الجي ام سي ان هو يعني تحت الدكاتره ان هم يبداوا يقدموا على الوظائف حتى بعد بلاك تو، حتى قبل ما النتيجه تبان تمام. نسبه النجاح في بلاك تو 99%،
فمش خوف من الصوت يعني. هي عشان كده معظم الدكاتره بتبدا تقدم بعد الامتحان على طول. طيب في حاجه بقى ممكن تعملها انت في السنه الجايه، النتيجه بتقعد شهر لما تظهر تمام، وانت ما تقدرش تاخد الشهر ده، تقدم على وظيفه بس لكن ما تشتغلش غير بعد النتيجه الثانيه. ففي خلال الشهر ده في ناس بتعمل وظيفه شيب، وظيفه شيب ده زي امتياز كده تمام، تاخد شهر او شهرين امتياز هناك، تقعد مع كونسلتنت مع استشاري هناك. دي فرصه حلوه ليك انك تعرف النظام وازاي ماشي الـ NHS اللي هو ناشونال هيلث سيستم اللي زي وزاره الصحه هنا في مصر كده، وتعرف ايه النظام والواجبات اللي عليك بعد كده يعني ان شاء الله تمام. بعد ما تخلص بلابتوب تبدا في الجيم زي الريجستريشن تمام. فانت في نوعين من الريجستريشن عندنا، التسجيل الصيفي كله في بروفيشنال، بروفيشنال ده بيبقى لطالب لسه امتياز. في ساعات طلبه بيتخلصوا البلاب 1 والبلاب 2 قبل التخرج، قبل ما ياخدوا الامتياز، وعايزين ياخدوا الامتياز في انجلترا تمام. فدي بيسموهم بروفيشنال ريجستريشن يعني زي التسجيل المؤقت اللي بتاخده من القوى الطبيعيه كده لما انت تكون لسه ايه مخلص امتياز تمام. التسجيل بربعمية، وبالنسبه للطلبه حديث التخرج اللي هم ما فاتش على تخرجهم 5 سنين بيبقى ماجستير جامد تمام. ودي اخر حاجه هتدفعها في بلاد قبل ما تبدا شغل. في حاجه اسمها الاي دي تشيك، مجرد تاخد بصمتك وامضتك وكده وشهاده التخرج بتاعتك وبتسجل في الجي ام سي. كده خلاص سجلت في الجي ام سي، ما عادش ليك اي حاجه غير انك تدفع اشتراك سنوي وتبدا تشتغل ان شاء الله. طبعا العكس رهيب، ولو قراته في الاخبار هتلاقي ال NHS في اليو كي محتاج 900,000 طبيب تمام، يعني عكس فوق رهيب يعني. شوف برضه الوقت لو على كومبيتيشن ريشيو في تخصصات يعني لو قدمت عليها من هنا في مستشفيات بتنشر جي ام سي حتى لو ما عدتش الايلتس، تقول لهم احنا راضيين عن الانجليزي بتاعه وهاتوا نظرا للعكس الشديد يعني، وفي معظم الاحيان بيوافق تمام. ف التخصصات دي يعني لو هي من التخصصات اللي انت اصلا عاوزها تبقى فرصه ممتازه. يبقى التكلفه الاجماليه لرحله البلان طبعا قلنا اقل من اي معادله ثانيه. الايلتس على نظام جديد من شهر 4 جاي ان شاء الله ب 2600، البلاب 1 قلنا 240 استرليني حوالي 5000، البلاب 2 840 استرليني حوالي 20000، الكورس هتاخد كورس حوالي 450 يعني 11000 مصري، الابلكيشن بتاع الفيزا 100 استرليني 2400، تذكره الطيران 1000 تذكره الطيران. احنا بنتكلم في حاجات كلها افريج يعني، طبعا ممكن تزيد او تقل على حسب رغبه كل واحد. فالاير تيكت 450 برضه 11000، الاكومديشن دي اللي انت هتقعدها هناك الفتره بتاعت الكورس بتاع الامتحان تقريبا 10000 لما تقعد في الكورس كويس، وممكن تكلفه ثانيه الاكل والشرب في الفتره اللي هناك يعني تمام. كل التكلفه دي يعني لو جيت تبص اللي هي في مرحله البلاب 2 بس تمام، انت في الايلتس والبلاب 1 ما تدفعش حاجه غير الامتحان وانت موجود في مصر. مشكله البلاب 2 ان هو مش ما بيتعملش غير مانشستر، فده اللي بيخلي التكلفه ده الطيران والحجز والاكوموديشن والسكن والمصاريف اللي هناك والكلام ده كله. فالتكلفه كلها بتبقى من حوالي 3000 ل 4000 استرليني حوالي 66000 مصري في معظم الناس. ممكن دي لو تزيد كل واحد يوفر يعني على حسب ما بيقولوا. في ناس هو طبعا معظم الناس بتاخد الكورس اللي هو اسبوعين وتفضل تراجع عليها اسبوعين، في ناس بتحط القصر لمده ايام تاخد اسبوعين بس الكورس وتخش الامتحان على طول تمام. ده انا تخلص بتخش الفيزا العمل كيوتو فيزا اسمها ورك فيزا تمام. المستشفى بتبعت لك حاجه مهمه جدا اسمها سيرتيفيكت سبونسر شيب، ودي كانت عامله مشكله بقى قريب ان هو الجي ام سي عامل ليميت سيرتيفيكت سبونسر شيب، اللي هو شهاده زي اللي هو العقد العمل يعني اسمها سيرتيفيكت سبونسر شيب تمام. الشهادات دي كان لسه الشهر اللي فات هي بتخلص وبتتجدد كل سنه في شهر 4 تمام. فنظرا للاقبال الشديد الشهاده دي ما بتخلص ما عادش ينفع المستشفى تجيب لك عقد عمل، وبتضطر تستنى اما السنه كده تبدا علشان عشان تقدم تاني على العمل. لكن معظم الناس بتلاقي شغل في خلال اسبوع بعد ما تخلص بلاد ان شاء الله تمام. تكلفه الفيزا العمل 400 استرليني تمام،
ما بتحتاجلهاش اي مستندات خاصه غير السيرتيفيكت سبونسرشيب، تمام، وشهاده حسن سير اسلوب المعتبر وحاجات من كده يعني. المهم بشكل اجمالي ان انت الطريق هو يعتبر سريع جدا، بس هي مجرد بلاتو واللي بياخد وقت شويه، تمام. بعد ما تخلص جي ام اس اي وتسافر ايه تشوف بقى ايه انواع الوظائف الموجوده في المجتمع. طبعا معظم الناس تقول لك انا مش عايز اروح واقعد في سيفا جوب واقعد في وظيفه اللي هي ما فيش فيها كارير بروفيشن، تمام، ما فيش فيها، مش هتقدم فيها بعد كده وهقف هي دي مشكله من المشكلات انجلترا في الاول. بس انت مش هتخش على طول، حتى لو ليك فرصه انك انت تاخد نيابه هناك على طول، الافضل انت تروح في وظيفه اللي هي بيسموها هنا برايفت يعني، تمام، اصلا ما بتقدمش فيها حاجه غير انك تشتغل بس لغايه ما تتعود على النظام الاول وبعد كده تروح يعني. فهي ميزه الوظائف الثانيه اللي هي السيرفيس جوبز دي او نون تريننج جوبز اللي هي وظائف مش فيها تدريب، انت بس تشتغل هناك زي تربيتك بالظبط، تربيتك تقليد هناك كده، ما فيش فيها يعني نيابه او كده. دي ميزتها انك انت بتتعود على النظام، فرصها اكتر، لكن العيوب زي ما احنا قلنا مفيش فيها كارير بروفيشن. لكن الكارير جوبز بقى اللي هي النيابه دي اللي هو كله بيسعى لها وكل المسلمين من الاول. طبعا النظام السهل في انجلترا من افضل النظامات في العالم من حيث التدريب وكده، تمام، فتبقى فرصه كبيره جدا يعني. فدي ميزتها ان هي فيها كارير بروفيشن، بتتحول لريجسترار اخصائي وبعدين بتتحول استشاري وكده، تمام. عيوبها ان هي فيها منافسه شديده جدا عن الثانيه، تمام. في حاجه اسمها بابل شيفت ستيا زي شركات البرايفت هنا كده، ودي كان ما لهاش ميزه داري من في الفلوس كتير جدا، لما تكون انت عاوز بس مصاريف زياده يعني، تمام. طيب بالنسبه للنيابه بقى، الناس تقول انا مش عايز اروح واعيش في سيرفيس جوب مش عارف خمس سنين في وظيفه مفيش فيها اي حاجه، اروح جي بي واجي جي بي، يعني انا عايز اجي مصر تاني في الاخر. فاجي مصر جي بي بعد ما قعدت خمس سنين في انجلترا، يعني عملت ايه فلوس، فانا هاجي هنا برضه جي بي واشتغل تكليف. لا، انا عايز شهاده، عاوز اتخصص، عايز اتخصص، عايز اخد ايه نيابه يعني. النظام ازاي هناك؟ البلاد تو السكور مالوش اي لازمه خالص، هو اسمه امتحان باسبور فيل، يا اما نجحت يا اما ما نجحتش يعني، تمام. مالوش سكور زي السكور، مش هتفرق حاجه في الماتش، انت ليك فرصه تقدم على اي نيابه زيك زي اي شخص تاني. لكن هي المشكله ان الاول كان زمان في التسعينات كان لما فتحوا للاطباء الاتحاد الاوروبي ان هم يدخلوا انجلترا كان من غير ايلتس ومن غير اي حاجه، فكان مفيش مساحه خالص. بعد ما طلبوا ايلتس من دول الاتحاد الاوروبي اللي هم ايطاليا والنمسا والناس دي، المنافسه قلت شويه، تمام، لان الايلتس بقى زي مطلوب زيهم زيهم هنا. دلوقتي بعد البريكسيت واخبار ان انجلترا تطلع من الاتحاد الاوروبي، يبقى الفرصه زادت اكتر واكتر، لان هم غالبا هيطلبوا منهم بلاد ويطلبوا منهم امتحانات زي، تمام. هو ازاي بقى الاوريا سيستم ده اللي هو هناك ازاي بيشتغل؟ انت بينزل حركتين نيابه في كل سنه، تمام، حركه يعني في شهر 3 او حركه في شهر 11، بتنزل حركتين نيابه، بتنزل النيابات الاعلانات وانت بتقدم على النيابه زي اي شخص، و بيقدم السي في بتاعك، بتقدم السي في بتاعك، والسي في بيبقى له سكور معين، يعني بتدي سكور للسي في بتاعك، وبعد كده تعمل انترفيو، وان انتبهت في النيابه تقدم على طول، لكن مفيش درجات خالص، تمام؟ في برضه مشكله الى الان هي لسه قائمه، لكن لو البريكسيت اتعمل هتروح النيابات نازله راوند 1 وراوند 2، تمام؟ راوند 1 ده مخصوص للبريطانيين اهل البلد بس والاطباء من الاتحاد الاوروبي. واللي بقى لك بينزل راوند 2، راوند 2 بقى دي ناحيه البيت العالم باكستان والهند ومصر وكده، تمام؟ فهي دي المشكله. فانت تلاقي مثلا انت عايز مثلا تخصص لو انك بلاستيك سيرجن مثلا او جراحه تجميل، جراحه تجميل، جراحه التجميل صعب جدا تلاقيه، لان هو بيخلص من راوند 1 تيجي راوند 2 مش موجود اصلا. يعني في نيابات بتخلص في راوند 1 اللي هم بتوع البريطانيين والاتحاد الاوروبي ما بتنزلكش جراوند 2، تمام؟ كومبتيشن ريشيو او نسبه المنافسه اللي هو انا مثلا عندي 10 بوستات، تمام؟ 10 مثلا اماكن متاحه يعني للنيابه مثلا في الجراحه، وفي 10 دكاتره مقدمين، تمام؟ فدي يعني يبقى نسبه الكومبتيشن ريشيو 1، خلاص؟ نسبه الكومبتيشن ريشيو انا بحسب نسبه المنافسه على كل نيابه، ماشي؟ في نيابات على نسبه عاليه جدا جدا زي الجراحه جميع انواعها، زي
الكارديو بالنسبه للبطنه والكليه طبعا كده. تمام. في نيبات معلش نفس خالص زي النفسيه بجميع انواعها. النفسيه هناك دلوقتي طبعا دي من النيبات اللي بتطلع عليها انك انت ممكن تراسل المستشفى وكمان يعفوك من الايدز ويراسلوا الجي ام سي، لان النسبه النفسيه فيها حوالي 1% او كده، نسبه عجز رهيبه جدا يعني. تمام. وكذلك في نسبه عجز في الاطفال وفي الميجنس مانشن او التخصص الطوارئ اللي هو جديد. تمام. طيب من اول بقى بس عشان الناس تقول، في ناس هتلاقي تسمع كلام كتير وتشوف بس كتير على الناس بتحبطك وتقول لك ان ترى هتروح تقعد سيرفيس جوب مش عمرك بتخش نيابه وصعب جدا تلاقي نيابه ومش هتلاقي لك الا نيابه طب اسره او نيابه اللي هي طب طوارئ يعني. طيب هي برضه ناس تكون عقلانيه شويه يعني، في ناس تروح ويقول لك انا عاوز نيابه كتير هنا مش هاخد نيابه كتير، يا ابني انت هنا في مصر مش هتاخدها، هتاخدها في انجلترا، ما تخليك عقلاني شويه يعني تلاقي جايب هنا 50% يعني. لو انا وانت حطينا المجموعه مجموعه على بعض مش هنجيب نيابه هنا كتير هنا في مصر، تروح نجيبها في انجلترا يعني. انا اعرف ناس، انا كلمت ناس كتير جدا، انا اعرف ناس قعدت 5 سنين، بقول انا قعدت 5 سنين عشان بس انا ما بقولش كده، ما بقولش زي الناس، انا قعدت 5 سنين انا عاوز براحتي وانا مبسوط، كنت شغال جي بي، شغال في الجوب ايوه شغال جي بي، وكل سنه بقدم جات ما جاتش ما كنتش بقدم غيرها. تمام؟ ما كنتش بقدم غير نيابه واحده بس كانت في البلاد، هو عاوز براحه خلاص، هو عايز براحه فين؟ استنى عليها 5 سنين عشان تجيله يعني. في ناس اصلا بتستنى 5 سنين عشان تاخد السيتن زيب او الجنسيه وساعتها يخش في راوند 1 زيه زي البريطاني ويخش اي تخصص هو عايزه يعني، بس ده خطه طبيعيه ده تكمل شويه. تمام؟ لو في ناس مش فارقه معاها تخصص قوي ايه ممكن يخش. دلوقتي اصلا الفرص زادت، حتى الناس اللي ما بتستناش الجنسيه في ناس بعد سنه واعرف واحد بعد 3 شهور جت ونيابه براحه، ودي حاجه مستشاره جدا جدا. تمام؟ احنا بنتكلم عن الجراحه تخصصات الجلديه والكارديو والتخصصات هي اصلا لها منافسه في مكان في العالم يعني. تمام؟ طيب لو احنا قلنا الحاجه الوحيده اللي بتتمرن نيابه في انجلترا هو السي في بتاعها. ماشي؟ فازاي اقوي السي في بتاعي؟ هم بيعملوها نظام سكور كده. خلاص اول حاجه الشهاده بتاعتك، طبعا معظمنا عمره ما تسكت وبراحه بس خلاص، هم عندهم كده حاجه ممكن تاخدها جنب تسكت وبراحه اللي هي اسمها بكالوريوس العلوم. تمام؟ تبقى عباره عن سنتين وبياخدوها مع كل طب نفسي، احنا ما عندناش الكلام ده، لكن بتوع باكستان وبتوع الاتحاد الاوروبي بيعملوها، فبتبقى تديهم سكور عننا. طيب حاجات الريسيرش بحث العلمي، احنا ما عندناش بحث علمي في مصر، بس دي حاجه مهمه جدا 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 انها تقوي السي في بتاعك. لو في عندك اي بحث ويحبس كمان لو كان في التخصص اللي انت عايزه، بس مش شرط اي بحث علمي، اي ورق اي بيبر منشور اسمك موجود فيها سواء فيرست بوستر او سكند بوستر او حتى من الكونتربيوترز يعني، مجرد اسمك يتحط في الريسيرش دي حاجه كويسه جدا يعني. تمام؟ ودي بتدي سكور 10. البرزنتيشن، اي برزنتيشن بتقدمه برضه وتحطه في السي في بتاعك ده بيديلك سكور يعني. تمام؟ الاودينس دي حاجه مش موجوده في مصر، انك تروح مستشفى وتشوف تقعد تتابعها مثلا لمده شهر وتشوف فيها مشكله معينه مثلا في الاستقبال في العيادات في كده، وتعمل زي ريسيرش كده وتقدمه لمدير المستشفى وتبقى عليه. طبعا يعني مش فانسولوجيتس العمل التطوعي دي حاجه مهمه جدا يعني. تمام؟ زي مثلا الهلال الاحمر، ما عندناش نصر الاحمر في مصر، الهلال الاحمر زي جمعيه رساله زي اي جمعيه، اي عمل تطوعي انت عملته ومعاك فيه شهاده حط في السي في ده يتطوع جدا يعني. خلاص؟ في كورسات بقى بتتاخد دي ممكن اي حد ياخدها ويتطوع السي في بتاعه برضه، زي البيسك لايف سبورت، الادفانس كوم لايف سبورت، الادفانس كارد لايف سبورت، والاسعافات الاوليه، الحاجات دي كلها اما تاخدها وتبقى معتمده من جمعيه الامريكان هارت اسوشيشن دي بتبقى ايه؟ ممتازه جدا يعني. خلاص؟ إيه هي المشكله مش في السي في مجرد ان احنا نحط الحاجات دي يعني، احنا ممكن نرص اي حاجه يعني، لكن هي الحكايه انه كل كلمه عايزه عليها دليل يعني. لو انت عملت برزنتيشن يعني، لو فرضا ان برزنتيشن زي ده او اي واحد فيهم عمل برزنتيشن زي ده مش هيعترفوا بيه، هم الحكايه ان هم عايزين حاجات تعترف بيها. البرزنتيشن لازم يكون في مكان معتمد بالنسبه لهم يعني. تمام؟ وكذلك الاوديتس والعمل التطوعي، فقبل ما تبدا عمل تطوعي تعرف الاول هم معتمد فيهم ولا لا. انا حاولت كتير جدا ان انا اعمل الحاجات دي يعني، لان الحاجات دي تعملها بدري الاول برضه تبقى افضل يعني. حاولت اعملها في الكليه ما وصلتش لحاجه،
تمام. لكن انتوا ممكن يبقى عندك فرص اكتر، عارفين ناس اكتر، ممكن تعمل انت ريسيرش، ممكن تعمل برزنتيشن عن مكان معين في الهلال الاحمر اللي انا عارف ان هو معتمد عندهم يعني. تمام. طيب دي التريننج جوب. في طريقين انك تدخل بهم نيابه في الهلال. تمام. في طريق اسرع، احنا عندنا الاول الجريز بتاعت النيابه كده زي ما هنا جونيور سينيور كده. هم عندهم الاول سي تي اسمها كور تريننج، سي تي 1 وسي تي 2 دول سنتين، وبعد كده سي تي 1. سي تي اسمها سبيشالتي تريننج او تدريب التخصص اللي هي النيابه هنا كده. في من سي تي 1 على حسب بقى التخصص، مثلا لو راح في الغط 6 سنين وفي 5 سنين في البطن. تمام. انت ممكن تخش الاس تي 3 على طول بعد ما انت خدت البلاد، او ممكن تخش تبدا من سي تي 1. معظم الناس اس تي 3 بتلاقيها صعبه جدا، ان هو يخش من ثالث سنه في النيابه صعبه جدا جدا، والمنافسه عليها عاليه، فبيخش من الاول من اللي هي سي تي 1 اللي هو كور تريننج. هي بتضيف عليه سنتين في النيابه بتاعته بس بتضمنها مميزه. لو انت تخصصك بطني او ميولك بطنيه خش كور ميديكال تريننج. تمام. وتاخد سنتين اساسيتين يعني تتعلم كور نيابه من الاول. في كورس سيرجيكال تريننج دي لو واحد ميوله جراحيه وعايز يخش جراحه. تمام. نتكلم عن العيشه في انجلترا شويه. طبعا من اكثر الحاجات اللي هي غاليه وبتختارها ناس في انجلترا الاكومديشن او المنازل هناك، يعني السكن هناك غالي جدا جدا. تمام. بالذات في المدن المشهوره وفي نص المدن يعني. يعني ممكن السكن في لندن نفسها، طبعا ما حدش يقدر يعيش في لندن ان يكون مرتبه لوحده يعني. السكن في لندن نفسها ممكن ياخد 30 مرتب وفحين 3 ارباع مرتب يعني. تمام. لكن كل ما تتجه للشمال وكل ما تروح للثانيه تلاقي ايه السكن اخر بكتير. سواء طبعا نتكلم عن الايجار بالنسبه للشرف، ممكن تفضل 20 سنه في ايه تسدد في او اشتريت بيت يعني. دي حاجه غاليه جدا. تمام. فالمنطقه الكبيره مانشستر ولندن وبرمنجهام والمناطق دي كلها غاليه جدا جدا بالنسبه للسكن. معظم الناس بتفضل او تروح لاماكن بعيده شويه زي ديربي او كنت او كده، يعني ممكن تحاول شوية فلوس بعد كده عايز تروح لندن اللي روحها. تمام. بالنسبة لوسائل المواصلات أفضل يعني كويسة جدا جدا هناك. كنا بنتكلم عن الدكتور مصطفى خان وهو راجع بيته بتاعته دلوقتي، فكان هو في يعني كان هو شاري سيارة بحوالي 200 استرليني. 200 استرليني يعني 5000 جنيه مصري، ما كملش 5000 جنيه مصري. فالعربية هناك نص ترابيع. تمام. وجديده بقى في استرليني يعني حوالي 15000 مصري برضه يعتبر مش فلوس يعني. تمام. فارخص حاجه هناك سياره مصر. وهي على المدى البعيد السيارات بتوفر عن طبعا تركب باص او ميجا باص اللي هو الاتوبيسات مش موجوده الا في انجلترا بس هي بروندي معروف يعني. تمام. والتيوب اللي هو المترو والتراك والتاكسي والكلام ده. الحاجات دي كلها اسعارها موجوده على الموقع في الايامس برضه من انجلترا، ان هو في موقع لكل الترانسبورتيشنز دي لكل وسائل التواصل دي سواء النقل دي ومكتوب بالظبط سعر كل حاجه يعني. تمام. المصاريف الحياه الثانيه يعني لما يكون واحد سنجل عايش لوحده بيوفر كتير جدا يعني في الدكتور منصور معنا مصري يعني بيوفر 2000 استرليني في الشهر. تمام. لانه عايش سنجل لوحده. لما يكون برضه واحد مع زوجته بس يعني هو اصلا بنى منفردين بسيطه جدا. تمام. اما انت بقى ثلاث افراد واربع افراد دي اللي بيبقى فيها مشكله يعني. وما تحبطش لما تشوف ناس تقول لك ده مش جايب همها انا بعيش في انجلترا بس تعليم لكن مفيش فلوس وكلام من ده. هو واخد معاه خمس اشخاص بتوصل لخمس اشخاص يقول لك مش قادر اعيش وعايش في مصر انجلترا، بتبقى صعبه جدا يعني. تمام. يعني مش هقول لكم امثله بقى يعني مثلا بس تسوي مثلا خطوات والكلام ده مثلا في الشهر كله ممكن 100 استرليني. برضه الكهرباء والحاجات دي يعني والميه والكلام ده 150 استرليني. تمام. السينما الاماكن السياحيه طبعا الحاجات دي كلها حاجات بتسعى. عايز اي تعرف تكلفه اي مدينه في انجلترا خش على الموقع ده نمبايو ده. تمام. هتلاقي عليه تفاصيل كل حاجه في المدينه. هتخش تعرف كل حاجه يعني حتى سعر الاشياء. تمام. في الموقع سي دي اف سي ده موقع حكومي تبع انجلترا
ده عايز تعرف منه كل حاجه من المدينه اللي انت فيها، عايز تعرف نسبه المسلمين فيها كام، نسبه يعني المساجد اللي فيها ايه، نسبه الفرد الانتقالي، كل حاجه دي معلومات عن كل مدينه عايز تعرفها. طيب المرتبات كام في المفترض؟ بالنسبه لشنو المفترض لسه بادئ، هم المرتبات متقسمه لبانز كده تمام؟ البانز ده رينج يعني مثلا البانز رينج دكتور انت لسه بادئ وخلص البلاد يبقى من 24,000 لغايه 32,000 تمام؟ طيب ايه اللي يفرق بقى؟ يعني الرينج ده يفرق منه خبرتك هنا في مصر قبل ما تسافر والمستشفى اللي انت رايحها والمكان اللي انت المدينه اللي انت تروحها برضه بيحكي بتفرق في المرتبات يعني. تمام؟ بعد كده هتبقى السينيور تبدا من 32 ل 43,000 استرليني ماشي؟ بعد كده الكونسلتن تبدا من 70,000 ل 120,000 استرليني ماشي؟ الضرايب بقى لان الضرايب الناس كتير بتقول عليها وكانت بعد كده الضرايب بتبقى 95% من تكلفه من المرتب وكلام زي كده، الكلام ده غلط خالص يعني. وفي نوعين من الضرايب في المرتب، في ضريبه المرتب اللي هو الانكم تاكسس، وفي حاجه اسمها التامين اللي هو الناشونال انكم تاكسس. الانكم تاكسس اولا انت اول سنه معك من اي ضريبه، اول سنه معك من اي ضريبه، فدي بالتالي هتقدر تحوش اكثر في الاول تمام. بعد كده التامين ده الانكم تاكس الاول بيبقى 20% من المرتب ماشي، 20% من المرتب بالنسبه للدكتور جيمي يعني، بالنسبه للكونسلتنت بيبقى 40%. وبعد كده التامين بيبقى 12% من المرتب بتاعك، فكل اوتوماتيك حوالي 26% او 25% ضرايب عليك من المرتب بتاعك ماشي. وفي ناس كتير قوي بتقول طرق انت ازاي تحوش فلوس وتوفر اكتر من خلال مثلا تختار سكن مناسب، تسكن في المستشفى لو انت سنجل، في الاكل والشرب والكلام ده كله تمام. كريم بروفيشن يبقى انت خدت البلاد سافرت كسنجل هاوس اوفيسر او بيسموها هناك فاونديشن جير 2 تمام. لو دخلت فور ميديكال تريننج او كورس سيرجيكال تريننج على حسب، قعدت سنتين فيه وبعد كده خدت السبيشاليتي اللي انت عاوزها وبقيت بيسموه سبيشاليتي ريجسترار تمام او ريكس اختصار، ده اللي هو بقى اخصائي تمام. وبعد كده تفضل ماشي في كارير وقت كونسلتنت بقى 5 سنين. في ناس بمجرد تاخد اليوكي يعني خطوه لاستراليا لنظام صحه افضل وفلوس افضل واماكن افضل يعني كده تمام، مجرد ما يخلص بس الاس 3 يطلع على استراليا على طول. ودي ميزه مهمه جدا برضه من ميزه اليوكي، لانك انت يعني واحد يقول لك ما راحش استراليا على طول، استراليا على طول يعني تكلفه البلاد كلها ما تجيش امتحان واحد من استراليا، ونسبه النجاح في الاي ام سي اللي هو امتحان استراليا الاي ام سي بارت 1 30% لغايه 70%، فده ان انت بتسافر اليونان او الهند عشان تاخد الامتحان تمام. وبعد ما تاخد بارت 1 وبارت 2 مجرد بس التسجيل، احنا هنا قلنا 100 استرليني هناك حوالي 12,000 دولار استرالي لمجرد التسجيل. في اخبار جايه عن اليوكي ام ال اي، وان اليوكي هتعمل نظام زي رسمي بالظبط، ويبقى ستيب 1 وستيب 2 ويبقى تكلفته اعلى ويبقى اصعب وهيستبدل البلاد والزمالات وكل حاجه. دلوقتي ناس كتير خايفه من الموضوع ده، تقول انا لسه طالب، لما ابدا يجي يطبع عليا اليوكي ام ال اي انا اخدت وقت في القاضي في البلاد وكده. اليوكي ام ال اي على حسب موقع جي ام سي نفسه ان هم يبداوا فيه بعد من 2022 تمام؟ يعني ممكن يتطبق 2023 2024 يعني خلاص؟ فانت تظبط نفسك عليها لو تقدر تخلص قبلها خلاص؟ اللي هو كم ليه الظاهر ان هو وعلى كلامهم منه ان هو زي الاسم بالظبط هيبقى تكلفته عاليه جدا وهيبقى الامتحانين هيتعملوا في اليوكي، فدي طبعا هتصعب الموضوع اكثر واكثر تمام؟ بالنسبه للبريكسيت زي ما قلنا ان هي البريكسيت بعد ما يتطبق ده هيؤدي الاطباء اللي هم من خارج الاتحاد الاوروبي ويوصلكم، ودي يعني هتزيد عجز رهيب جدا اكثر من الموجود يعني، ودي فرصه لينا احنا كويسه جدا ان هي تعمل عجز، فاحنا نقدر نخش في الميبات بعدين راوند 1 ونبدا يعني ايه ننافس في راوند 1 على الميبات كلها، وبالتالي اللي عاوز كده ياخد جلديه بقى. طيب خلاص كده خلصنا دي المواقع اللي بنرفعها على الفيديو بقى، دي الموقع اللي ممكن تفيدكم يعني معلومات اكتر عن الفيديوز والبلاد، والافضل بقى لو حد فيكم عنده وسيله يسال اسئله.
تكلفه